الأهلي في إطار الاستعداد لدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يا شريف، مساء الخير عليك. عليك زميلي أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طمنا على الفريق يا شريف واستعداداته للمرحلة المقبلة. خلينا أقول لك إن التمرين بدأ في الخامسة مساء، طبعا اقتربنا من مباراة بطل غينيا كان سبور اللي اتحدد بشكل مبدئي يوم 14 سبتمبر المقبل بإذن الله. بدأ التمرين بتسخين ثم تدريبات بدنية ثم دوائر الكرة، والآن يمكن في آخر مرحلة في التمرين تقسيمة في وسط الملعب بيتعلق فيها أمين ديانج لاعب وسط الملعب، بيتعلق فيها وليد سليمان، بيتعلق فيها حسين الشحات عامل النهارده تمرينه ملفت النظر جدا، مروان محسن يعني لعيبه كثيره جدا لفت النظر في التمرين، صلاح محسن لعيبه كثيره لفت النظر في التمرين النهارده، كل اللي تابع للتمرين لافت نظر هؤلاء اللاعبين. خليني اقول لك على الجانب الاخر، يمكن كان في جلسه مع مدير الكره كابتن عبد الحفيظ مع اللاعب عمار حمدي، كان جلسه كانت حوالي خمس دقائق في ارض الملعب. الخبر المفرح لجماهير النادي الاهلي طبعا رمضان صبحي كان بيعاني من اجهاد عام وما كانش بينزل التمرين الفتره الاخيره، النهارده رمضان بيشارك في اول التمرين ليه على ناحيه التمرين اهو ما شاء الله ظاهر بشكل مشرف جدا. مروان نزل امبارح في اخر فتره في التمرين كده بيعتزم في التمرينات مروان محسن ورمضان صبحي. الباقيين اللي النهارده صالح جمعه النهارده ما جاش التمرين، سالت الدكتور خالد محمود قال امبارح حاسس في اخر التمرين بتقل شويه وخوف عليه عشان ما يتصابش، النهارده عملنا له برنامج النهارده وبكره في اجازه ما فيش بكره تمرين، فاول سبت باذن الله هيشارك في التمرين بصفه منتظمه. على الجانب الاخر سعد سمير، محمد محمود، رامي ربيعه، باسم علي، حسين السيد يجروا تمرينات تاهيليه، وحراسه المرمى كابتن طارق سليمان مع شريف اكرامي من امر التمرين بساعه، شريف خلاص بيقترب في وصول الحمل بدل بتاعه ليه بجارات الشناوي وعلي لطفي، يمكن الشناوي تمرينه ولا اروع ولا اقوى، علي لطفي تمرينه ولا اروع ولا اقوى، مصطفى شوبير قطع دلوقتي تعليمات على طول مستمره، يمكن شايف جلسه امامي دلوقتي كابتن طارق سليمان ومصطفى شوبير يمكن بقى لهم نص ساعه، كابتن طارق حريص يديله تعليمات، حريص يديله جمل ينفذها في التمرين، صراحه ما شاء الله مصطفى بيأدي كل النصائح اللي بيديها له الكابتن طارق سليمان. التمرين مستمر من الخامسه داخلين على الساعه السابعه الا كده، التمرين ما زال مستمر بيتكلم حوالي 10 دقائق ويكون التمرين انتهى، ببشرك وبشر جماهير النادي الاهلي الكل هنا مركز، الكل بيشتغل، الكل بيشغل نفسه باي حاجه خارجيه خالص، التركيز واحد فقط، التركيز في مباراه مقبله مع كان سبورت بطل دنيا باذن الله يا رب يكون التوفيق حليف النادي الاهلي باذن الله. موعد انضمام اجاييه اتحدد ولا لسه؟ اجاييه انا سالت طبعا اجاييه واحد اجازه وغالبا المفروض بينزل يوم السبت لان بكره اجازه زي ما قلت لك، بكره مفيش تمرين. ازارو وجيراردو طبعا مع منتخبات بلادهم في الموقف طبعا ديانج في التمرين، لكن الموقف الثلاثي اللي قلت لك عليهم وعلي معلول طبعا موجود في التمرين وبيتالق تمام. باسم علي بيتمرن ها عندك؟ باسم علي بس اخر تدريباته يعني لان باسم علي بقاله يومين كان شاغل نفسه وكان قاعد فما كانش بيتمرن، فامبارح معمول له يعني حاجه زي تاهيليه امبارح بيأديها والنهارده بيأديها، وانا شايف امام الملعب يمكن عاملين طايره بين محمد محمود، فؤاد سمير، تيم السيد باسم علي ان خلاص في اخر مرحله من التاهيل حتى داخل معاهم فيها مدير الكره الكابتن عبد الحفيظ ما شاء الله نمسك الخشب يعني لو رجع يلعب مش هتلاقي فرق، سيب محافظ على وسطه ما شاء الله. لكن يا شريف باسم المفروض ان هو خلاص يعني شبه انتقل للجونه ولا الموضوع لسه في كلام؟ لان معايا اخبار بتقول ان هو خلاص انتقل للجونه على سبيل الاعاره يعني. انتقل للجونه بس انا اللي اعرفه برضه معلومه ان عندي الجونه مسافر معسكر خارج مصر. تمام. باسم لو فضل مع النادي الاهلي لحد ما يرجع الله اعلم برضه يعني، معلومه ان عندي برضه زي ما عندك الانباء كثيره بتقول ان فعلا باسم انتقل للجونه، كابتن النهارده كان بيفرح بيقول هو خلاص يمكن من خلص الاجراءات او طبق او سنه وقدم الانتقال الى الجونه، دي حقيقه ولكن الجونه خارج مصر فبالتالي هيكلم مع النادي الاهلي لحد ما الجونه طبعا يكون موجود في مصر طبعا باذن الله يرجع بالسلامه معسكره الخارجي يعني. ان شاء الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات الخاصه ببعض لاعبي النادي الاهلي وكمان اخر اخبار المران في هذه اللحظات.